السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله. اتفضل. كيفك شيخنا؟ اتفضل، الله يحفظك، اسمعك، اتفضل. نعم نعم، عندي حلم حقيقة حلمته قبل يومين، وسألت أحد المفسرين لكن لم أقتنع في تفسيره، وأرجو من حضرتكم أن تفسروا لي الحلم. حلمت أنني كنت في غارق، ولكن لم أكن غارق في ماء، وإنما غارق في حليب. وعندما حاولت أن أنقذ نفسي من الغرق وذهبت إلى تلة، فإذا هي تلة مرتفعة تشبه الحلمة. فعندما فسرت قلت للشيخ ما هذا؟ فقال نعم، عفوا عفوا، الله يحفظك، لو تتكرم علينا، الله يحفظك، يعني ترسل علينا. نعم، علشان نفهم اللغة. يعني أنت رأيت أن أنت غارق في حليب على ما سمعته. نعم، في أنا حليب وليس في ماء. نعم نعم نعم، وعندما سبحت حاولت أن أصل إلى تل، وهذا التل يشبه شيء مرتفع. فعندما حاولت أن قلت لأحد المفسرين قال إنك سوف تمارس أرضاع الكبير عملا بسنة أمنا عائشة، هل هذا صحيح؟ عفوا يا شيخ، أنا ما فهمت والله. أقول لحضرتك، نعم، اللي أنا سمعته، عملا بسنة أمنا عائشة. اسمح لي الله يبارك فيك. أرضاع الكبير تفسير الحلم. اسمح لي، أنت رأيت نفسك أن أنت غارق في حليب؟ نعم نعم، يعني في لبن. نعم، وعندما سألت المفسر، لا عفوا، ماليش دعوه بسؤال المفسر الان. نعم، انا ليس لي شأن بالمفسر. انت رأيت ان انت غارق في حليب؟ نعم نعم. وبعدين بدأت تبحث، نعم، عن النجاة. نعم، لانني كنت، نعم نعم، كنت غارق في حليب لانني كنت افكر بارضاع الكبير، قضية ارضاع الكبير لامنا عائشة، فغرقت في الحليب وانا نائم. طيب وبعدين؟ يعني نجوت. عندما حاولت قال انك ستمارس ارضاع الكبير مع احد الموظفات وستكون امك في الرضاعه. رأيت عملا بفتوى العبيكان وابن تيميه وعملا بسنه امنا عائشه. يعني ماذا قال؟ اعوذ بالله. طيب نضرب على هذا السؤال غيره. السلام عليكم. طيب نخرج الى هذا الفاصل ثم نعود باذن الله تبارك وتعالى. رضي الله عن ام المؤمنين عائشه الطاهرة المطهرة الذي برأها الله عز وجل ثم جازاها بفعل الأفاكين الكذابين مغفرة وأجرا عظيما. وبعد، أقول هذا السائل السفيه الذي أنا أعلم علم اليقين أن أكذب طوائف الناس على وجه الأرض هم الشيعة الروافض، قد علمنا ذلك سلفا وخلفا، أكذب الناس في الحديث الشيعة الروافض أمثال هذا السفيه الذي تكلم. وأنا لو أعلم أنه هذا السفيه شيعي بهذه الطريقة ما سمحت لنفسي أن ألوث أذني بسماع هذا الصوت الخبيث. ولكن أقول لك أيها السفيه، أولا أنا أعلم أنك كذاب، يعني الرؤية اللي أنت بتقولها دي أنت ما شفتهاش ولا حاجة، لأن هذه الرؤية لا تليق بأمثالك، لأن الإنسان لما يغرق في حليب معناه أنه يقع في شيء طيب. فأنا أقول لك أنك كذاب خبيث، أنت ما رأيت، وأنت إنما افتعلت هذه الرؤية لكي تسب أم المؤمنين عائشة، وقد يعني عرفنا غرضك. ولكن أبشرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي يكذب في الرؤية يعذب يوم القيامة، ويأمره الله عز وجل أن يعقد بين شعيرتين، حبتين شعير، ولن يعقد بينهما أبدا. وهذا مثال على أن عذابك وأمثالك بإذن الله تعالى سيكون دائما يوم القيامة. أبشرك بما توعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العذاب. أما أنا أقول لك أنت كذاب خبيث، وأنا أعلم أنك افتريت هذه الرؤيا كذبا. أما أم المؤمنين عائشة فأيها الخبيث، إن الله تبارك وتعالى قد برأها، ولكنكم قوم لا عقول لكم، والله العظيم أنتم أضل من الحمر. وأنا لا أعرف كيف لا تستحي على نفسك وعلى دمك بعد ما ظهرت فضائحكم وملأت آذان وأعين الناس، أنت كيف لا تستحي؟ إن الله تعالى برأ ثم أنت تسبها أيها الخبيث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي أمثالك في الدنيا بالخزي، وسيجازيك، ثم انتظر ما يليق بك من العذاب والسخط يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. ونرجو من إخواننا الأفاضل الكرام بعد أن حفظوا هذا الصوت ألا يلوثوا أسماعنا بسماع مثل هذه الأصوات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعد أن تزوجها: لقد رأيتك أو أريتك في المنام مرتين قبل أن أتزوجك، يأتيني بك الملك ثم يقول: هذه زوجك، فأكشف فإذا هي أنت. إن الله تبارك وتعالى هو الذي اختارها وبشر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا حبا وإيمانا بأم المؤمنين عائشة، وأسأل الله تعالى أن يزيدكم وأمثالكم أيها الشيعة الروافد خزيا وسوءا وعذابا، وأن يشفي صدورنا منكم في الدنيا، ثم يجازيكم الله عز وجل بما يليق بخبثكم وكفركم وزندقتكم وافتراءكم الكذب على الأطهار الأبرار يوم القيامة. إخواني الكرام، هذا دينك هذا دربك، ذا بالتفجير وقتل كفرت كل البرية، عاد كافي ما تمل، عايش بعمق البداور ساكن بفكرك جهل، لا عقل عندك وعندك جايز يرضع الرجل، شوف وتعقل بكتبك تأمل، عاطل وباطل صاعد ونازل صاير رياضي. نعم ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيفع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب، بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسول عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت.